التكية الإبراهيمية في الخليل تواصل منذ مئات السنين تقديم وجبات الإفطار في شهر رمضان المبارك، حيث تزدحم أروقة التكية في هذه الأيام بالفقراء الذين يأتون بأوعيتهم الفارغة ويعودون بها ممتلئة، لتصدق بذلك مقولة أن الخليل هي المدينة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها إنسان جائع. المزيد مع نبال فرسخ. أهلا بكم في المدينة التي لا ينام فيها جائع، هنا الخليل، حيث التكية الإبراهيمية التي لم ينقطع خيرها منذ مئات السنين ولم تنفك تقدم الطعام للفقراء والمحتاجين. إلى جوار الحرم الإبراهيمي في الخليل تقع التكية الإبراهيمية التي يعود عمرها إلى زمن صلاح الدين الأيوبي، منحت هذا الاسم نسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام الذي عرف بأبي الضيفان نظراً لشهرته بإطعام الضيوف والفقراء، لتتولى هذه التكية تقديم الطعام المجاني للمحتاجين على مدار العام، لا سيما في شهر رمضان الذي تشهد فيه إقبالاً واسعاً من المستفيدين. معدل الواردين أو الوافدين والمنتفعين من هذه التكية في الوضع الطبيعي على مدار العام حوالي 2000 مواطن يوميا، أما في شهر رمضان وكما تشاهدون يزداد العدد إلى 5 إلى 6 آلاف تقريبا، وأهل الخير بفضل الله هم يبادرون ويتواصلون معنا لحجز أيام رمضان، ثم من بعض مؤسسات الخليل والعالم الإسلامي. طعام التكية يعتبره الفلسطينيون مقدسا ويحمل البركة، ويتنافس الأغنياء قبل الفقراء للحصول على الحساء المطهو من القمح الذي تقدمه التكية على مدار العام عدا يومي الاثنين والجمعة وشهر رمضان الذي تقدم فيه وجبات الطعام الدسمة. كل يوم حوالي في شهر رمضان بنسوي حوالي 1200 كيلو دجاج، هدول تسود قدامك يعني حوالي تقريبا 5 طن لحم مع توابعها. طول ايام السنه بنطبخ كل يوم، في عندنا شوربه اللي بيسموها شوربه سيدنا ابراهيم، القمح مع سكر، ما عدا يوم الاثنين والجمعه عندنا طبيخ عادي لحمه او دجاج مع توابعها. طبعا الحمد لله التكية فاتحه للغريب وللقريب. منذ ساعات الصباح يحضر الفقراء رجالا ونساء واطفال يصفون في طوابير ليحجزوا وجبه افطارهم لهذا اليوم، فالكثيرون لا بديل لهم عن طعام التكية التي تتعاظم اهميتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون. من مدينة الخليل المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.